مرحبا. اليوم رح اعملكم الكريمات، بنسميها لقمة القاضي. انا اجمالا بعملها اسفنجية وبعملها تقرمش. هالمرة هعمل اللي بتقرمش. تمام، بدنا 2.5 كوب طحين، 3 معالق زيت، معلقة خميرة كبيرة، 3 معالق سكر كبار، نص معلقة ملح كبيرة، رشة خميرة، ونص كوب نشا جاهز. طبعا الطحين اول شيء بنخلطه، تمام، نخليه قبل ما نحطه هون. هلا بنضيف عليه النشا، وبخلطهم، نخلطهم منيح، تمام، لحد ما النشا يبطل مبين. هلا بنحط السكر، بنحط الملح، والخميرة أنا عندي طازة، لو مش طازة كنا عملناها قبل المي السخنة عشان نتأكد إنها منيحة، بس أنا عندي جديدة من الخميرة. وبنحط 3 معالق زيت وبنحرك الماي، 2.5 كوب بدهم يكونوا دافين كتير، وبدنا نضيفهم بالتدريج. تمام، المي يكون دافي مش سخون. بنضيفهم شوي شوي لانه اذا شفناها اوكي تمام ما بنحتاج نضيف الكل، على مقدارها وعلى طريقتها بنعرف. تمام، اكيد هلا بعدها قاسيه. بخلطها وبرجع لكم انه بدها هيك صارت اوكي، بس بدنا نضل نعملها هيك بهالطريقه هيك عشان يدخلها هوا منيح. تمام، شي 5 دقائق بدك تضلوا تعملوا هيك ليدخلها هوا منيح. خلص وبرجع لكم. هيك بنكون خلصنا، بنغطيها وبنتركها تقريبا شي ساعة ونص. بهالوقت رح نعمل القطر تبعها، شوفوا كيف رح نعمله. عشان نعمل القطر بدنا 2 سكر وكباية مي ونص حامضة و 3 معالق عسل و 3 حبات هيل بنكسرهم. تمام، نحط السكر، بعديهم بنحط المي، الحامض اخر شيء بتضيفه، تمام، والعسل. بنحط الهيل بحبوبه بكله. تمام، هلا هو بده احطهم على النار لحد ما يذوبوا. شوفوا ذاب السكر، هلا بدي اتركه ليغلي عشان يتماسك. تمام، شوفوا بلش يغلي، انتظر يتماسك، ضل يغلي ليتماسك، بخليه يغلي شي 5 دقائق. هلا بنضيف الحامض، بنضيف العسل، بنحركهم. اللي بيحب لونه يطلع مثل السكر ممكن يزيد العسل، بس انا بحبه مثل القطر. تمام، ممكن تزيدوا العسل بيصير لونه سكري او بني. تركناها تقريبا نص ساعة، أنا الخميرة طازة فنفشت منيح ما شاء الله، وهيك بيصير شكلها. تمام، شفتوا؟ هلا بدنا نعبي العجين هون. تمام، بنركبه هون عشان نضل نلبس فيه وفرجيكم. عبيناه بهالطريقة وهلا بنشتغل فيه ونطلعهم بالزيت.
بس يحمزت شوي بنجهزهم، بنصير نعمل هيك ونقص بالمقص عشان يطلعوا نفس الدائرة. ممكن على فكرة تحطيهم بكيس وتقصي مثل ما بدك، اللي ما عندها هاي ممكن تحطي بكيس. تمام، لما طبعا الزيت حمي اضطرينا انه نوطيه. سري تعي ساعديني. فيها هلا بنضل نحركهم علشان يحمروا بنفس الطريقه. تمام، قبل ما تعبيها لكم القصه هون جهزي لي المصفى. هيك صار لونهم حلو، هلا بنصفيهم. رح اعمل الكميه كلها وبرجع لكم بس اخلص بفرجيكم كيف بنحطهم بالقطر. تمام، نسيت لكم شغله، بنغط المقص هيك لما نقصها علشان لو لاحظت انه بلش يلزق. تمام، بتقصي بتنقص دغري، شفتوا؟ 1 2 3، بس تحسوا بلش يلزق ترجع بتغطسوه بالزيت فبينقص سريع. تمام، هيك بعد ما خلصوا انا عملت كم حبه بس كبيره لارضي جميع الاذواق اللي عندي. هلا هذا القطر بعد ما صفيناه حطيناه هون. تمام، انا بحب القطر هيك ما يكون لا ثقيل ولا خفيف، شفتي ما احليه، بحبه بهاللون. انتم فيكم تزيدوا، لو فيكم بدكم اياه اغمق شوي اتقل ممكن تزيدوا بدل كبيتين سكر تحطوا 3، بنكبهم فيه شكل وبنحرك. في ناس بترجع تقليه مرة واثنين وثلاثة، أنا ما بحب، أنا بطلع مقرمش من أول القلية. تمام؟ أنتوا عم تعجني العجينة، لو لقيتيها شوي تقيلي بتزيد شوية مي، ولو لقيتيها شوي خفيفة بتزيد شوية طحين. طبعا اللي بتعجن رح تعرف شو بقصد وحتظبطها، ولو تقلت شوي ما تخافي برضه تطلع طيبة ومنيحة. هلا بنصفهم بالصحن مسكي. أنا حصفهم بهاي لأنه بدي يطلع معهم شوية قطر. صفن وبرجع لكم. تمام، وهيك الصحن بعد ما خلص. طبعا انا ما قدرت انطر وبلشت اكل لانه ريحه لحالها شيء مش طبيعي. الطعم خيالي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو لليوم، واي سؤال او استفسار ممكن تحطوه بالكومنتس. يعطيكم العافيه على المتابعه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.